شركة باير هي شركة مصنعة للأدوية في المغرب، متواجدة لأكثر من 60 سنة في المغرب. احنا متواجدين اليوم في هذه المبادرة باش نشجعوا وباش نشكروا الجمعيات الشريكة ديالنا اللي ساهمت وقامت بمجهودات جبارة خلال هذه الجائحة ديال كورونا ديال هاد السنتين. انتم عارفين بطبيعة الحال بأن كورونا ضربت العديد من المجالات، ولهذا احنا قلنا بأن اليوم هذه المبادرة باش نشكروهم على ما قاموا به خلال هاد السنوات الماضية ديال هاد الجائحة. احنا داخلين في احنا قررنا هذه واحد السنوات 5 سنين قررنا باش نشاركوا في لي زوبجيكتيف دي ناسيون زوني، وخصوصا اترافير عندنا واحد لو كريدو ديالنا اللي هو هيلث فور اول هانجر فور نان. وقررنا اننا اترافير plusieurs initiatives اننا نشجعوا جمعيات اللي كيساهموا في التنميه على جميع الاصعده. منها عندنا غنذكروا جمعيه اس او اس فيلاج، جمعيه تيبولي متحاضرين مع اللي حاضرين معنا اليوم اللي كينميو لي جون اترافير جوستمون لانسينمون و ليدوكاسيون، عندنا اترافير لو سبور دونك فوالا.